مشاهدينا، احنا حاليا في شركه العربي المميز احد فروع شركه يوث المعتمدين، ونحب نرحب بالسيد سلام ابو زقيه مدير اداره التطوير الموزعين. نحب نرحب بحضرتك. اهلا بك. اهلا وسهلا. في البدايه نبيك تهدرزنا وتقول لنا نبدأ مختصر على الشركه. والله شركه تويوتا ليبيا شركة منطقة حرة بمدينة مصراتة، هي الوكيل المعتمد لشركة تويوتا موتور كوربوريشنز اليابان. وطبعا لدينا خمس موزعين معتمدين لسياراتنا، وهم منتشرين على ثلاثة مدن في ليبيا. بالنسبة لطرابلس عندنا ثلاثة، وهم شركة العربي المميز في طريق السواني، وشركة السراب للسيارات في طريق تجورة بعد سمار فوفن بيفي، والآخر هو شركة محركات دلتا وهي بمنطقة قرقارش أو السياحية في طرابلس. بالنسبة لمصراتة عندنا شركة المسار المتحد، وفي بنغازي لدينا شركة ماس مبارك السوسي. فهذه الخمسة اللي عندنا حاليا، وطبعا قدامنا خطة إلى انتشار أو توفير عدة مراكز أخرى للزبائن على مدن أخرى في ليبيا، وهذا اللي نسعى إليه، يعني للوصول لكل زبون في رحاب هذا الوطن. تمام ان شاء الله بتوفيق. انا نحب نسالك عن سياره تويوتا فينسز، ايش اللي خلى اداره الشركه تجيب سياره هذه مع انها هي مش متوفره في الاسواق الخليجيه، ومعروف على اليمين على اكثر حاجه ما يجيب سياره يحب يجيبها مواصفات خليجيه. صح. والله هو السياره هذه احنا درنا دراسه طبعا للسوق الليبي، لاحظنا ان السيارات اللي هي في المستوى ما بين الكورولا والكامري هو المستوى المرغوب، والشعب الليبي يفضل الشراء هذه، يعني ماشيه مع امورنا هنا في البلاد ومع ظروفنا. لاحظنا من خلال منافسات الشركات الاخرى ان الستايل او الموديل اللي هو الرياضي، وفي نفس الوقت قاعده السياره صالون يعني سدان وكذا عائليه يعني مرغوبه جدا. ولفت انتباهنا ان وجود هذه السياره في السوق الاوروبي، وتتمتع بمنظر جميل جدا، رياضيه جدا جدا، ومن داخل واسعه وجميله وفيها مميزات عاليه، ودرجه مواصفات الامان فيها عاليه جدا. زي ما تعرف احنا ظروفنا فيها حوادث هلبة، فحبينا يعني توفير سيارة تغطي الحاجات هذه كلها بالمواصفات الليبية طبعا. نعم نعم. وبالنسبة للعرضها وتسويقها، هل عرضتوها من قبل ولا أول مرة هذه بالنسبة للأفينسز؟ السيارة هذه سبق أول ما جبناها في المعرض السيارات الخامس في ليبيا في سنة 2012 في نهاية السنة، وأقبل عليها الجمهور الليبي في المعرض بطريقة يعني أذهلتنا صراحة. ومن وجود هذه السيارة أعتقد كانت هي السبب اللي نحن فزنا بأحسن جناح، يعني كان جناحنا زحمة جدا 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 بسبب وجود هذه السيارة. فقررت الشركة، إدارة الشركة، أن تأتي بهذه السيارة إلى السوق الليبي وتوفرها لزبائننا هنا في ليبيا. وهي حاليا تو معروضه للبيع، يعني مش مجرد انها محطوطه في الصالات للعرض بس، معروضه حتى للبيع، يعني اي حد لو عجبته السياره يجي فوق في اي وقت تقدر يشتريها. السياره حاليا متواجده في كل معارضنا في طرابلس ومصراتة وبنغازي، واضافه لذلك زودت شركه تويوتا ليبيا كل الموزعين المعتمدين بالسياره للتجربة، خاصة للزبون انه يقدر يجي مثلا عجبت السيارة يجي يجربها يحجز ويجي يجربها. نعم، يجي ياخذ السيارة ويطلع فيها بها في جولة بسيطة، يعني ياخذ بها تست درايف يسمى، ويشوف اذا كان عجباتها ولا لا. واحنا متأكدين بفعل هذا الشيء ستعرف عليها الزبون
يزيدنا إعجابا بها أكثر من منظرها فقط. أكيد يعني. أكيد. نعم. وبالنسبة للصيف هذا عندكم عروض بالنسبة للشركة؟ والله إحنا عندنا حاليا عندنا حملة اسمها تويوتا هات السمر أو الصيف تويوتا الساخن. في هذه الحملة بدين بحاجة اسمها خدمة رفيعة بتكلفة زهيدة. هذه الخدمة أو هذه الحملة عملناها هي عبارة عن تغيير زيت وفلتر. طبعا زيت تويوتا أصلي وزيت وفلتر زيت تويوتا أصلي حتى هو ب15 دينار. يجي الزبون يدير موعد مع الموزع المعتمد القريب للمنطقة بتاعها ويجي هنايا ويغيروا له الزيت بتاعه والفلتر ويغسلوا له السيارة غسيل كامل من برا ومن داخل, داخل ويدفع ال 15 دينار ويتعرف على الموزع وين وكذا. والحملة هذه في ضمنها مثلا تخفيض في الأسعار ولا شيء بالنسبة لك حملة الصيف هذه في تويوتا؟ عندنا إضافة لهذه الحملة لحملة الزيت هذه اللي مديرينها عندنا تخفيض في سيارة يارس وكورولا. ونشجع الزبون أنه هو يزور أقرب موزع ليه ويشوف الأسعار الجميلة المتوفرة حاليا. هل في موديلات جديدة إن شاء الله المدة الجاية يعني بتحب الشركة أن هي تبي تعرضها ولديها حملات تسويقية مثلا؟ طبعا لدينا وإن شاء الله بنخليها مفاجآت ونحب أن نقول لزبائننا أنهم يستمروا في مواصلة معنا عن طريق الفيسبوك ويشوفوا شنو آخر أخبارنا وشنو السيارات اللي جاية وكذلك بزيارة الموزع المعتمد ويشوفوا شن عنده وشن أخباره وشن جاية وكذا. نعم. مشاهدينا سيارتنا اليوم هي تويوتا فينسز 2013. طب الموديل هذا هو الجيل الرابع من الأفينسز. أول مرة تديرها شركة تويوتا كان في عام 1998 في بريطانيا. السيارة هذه الأفينسز هي سيارة مصممة لأوروبا لكن اللي نشبح فيها حاليا هي مصممة بالمواصفات الليبية وللسوق الليبي. تو بنجو نتكلموا على شكل السيارة من قدام. طبعا هنلاحظوا ان التويوتا مديرت لها لمسات من الكروم في الهيكل من الهيكل بالكامل يعني من القدام وفي الجنب حتى من زي ما نشوفه تو في الفلاتوريات يعني لمسات في الكروم اكثر من كان في الهيكل. نجول بالنسبه للفنارات اضاءه الليد اللي هي مطورتها شركه تويوتا زي ما نشوفه. بالنسبه لاضاءه الطويل والقصير فيها نظام جديد في الاضاءه ومطور من شركه تويوتا اللي هو الفنار يتحرك مع ستيرسو يعني هذا اكثر حاجه في المنعطفات في الليل لما انت تبدا تحرك مين وصار الضي يتحرك معك باش يعطيك اضاءه اكثر. بالنسبه لجول المهنية من البراولتي من لوطا يعني هم مدليل تصميم قريب شويه من لوطا من الافالون باش تعطيها زي مع شكل فخم اكثر. توا نجول الشكل من الجنب وزي ما قلنا بالنسبه للمسات الكروم بالكامل على الهيكل في اكثر من مكان. وفي حاجه ثانيه في التصميم الجانبي للهيكل هي بنتكلم عليها هي حاليا تشبهها انت يعني شكلها عادي لكن هي الفايده من هذه في منها من القدام التالي اللي هي زي جناح صغير هذا الفايده منها يزيد ثبت السياره في السرعات العاليه زي ما نقول ويزيد يعطي ثبات اكثر للسياره يعني تويوتا مديرتها من هنا زي ما نشوف الجناح الصغير هو هذا الغرض منه يثبت السياره اكثر. صح هو تشبه انه تهز عليها صغير لكن حسب هذا المصممين مهندسين ميكانيكا انه قال لك هذا يعطي ثبات اكثر هم مديرين منه هنا ومديرين منه في الستوب هذا يعطي بالنسبة للثبات أكثر. وحاجة تانية بالنسبة للثبات في السيارة هذه السيارة مغلفة باللوطة بالكامل يعني ما فيهاش فتحات بالطريقة هذه لما تبدأ في السرعة القوية ما تبدأش السرعة الريح وتخش تحت السيارة لما تبدأ السيارة زي ما نقول مغلفة كلها باللوطة تزيد تبت السيارة أكثر. هذه واحدة من المواصفات زي ما نقول تحت المواصفات الأمان عالية طبعا هذه من أهم الحاجات بالنسبة لي نحن كمواصفات ليبيا تبدأ السيارة عالية. صح هي سيارة تعتبر عائلية وصغيرة في نفس الوقت لكن شنو عالية. نجول بالنسبة لقماتها اللي هي الأفينسز كلها تجي بديسكو 17. نجول توا للشكل الخلفي للسيارة الإضاءة زي ما قلنا بكري الاسطبات والفنارات بالنظام الليد يعني بالنسبة للشكل الخلفي يعتبر هذا تصميم جديد وحلو للأفينسز. صح هو مش بعيد هلبع لموديلات التويوتا الثانيات لكن شكل مطور واحلى يعني بالنسبه للموديل اللي قبلها لكن هي مش بعيده هلبع الموديل الافينسز اللي قبلها من الشكل لكن غير مطور واحلى وبالاضافه الى ان شنو زايدينها الكروم والاضاءه الليد. تو بنجو نشوفوا الكوفني خلفي للسياره
وسيارة ممتازة للعائلة، ومن أهم حاجات بس تكون تعتبرها سيارة كويسة للعائلة اللي هو الكوفني الخلفي، يعني ركزوا عليها الحاجة هي. وكوفني الفنسز يعتبر كوفني كبير وتقدر تحط فيها البحاجات، وفي نفس الوقت ما نقزوش زي ما نقولوا الشركة ما نقزتش من الراحة في الكراسي سواء الخلفية ولا الأمامية. وتوا نمشي نشوف السيارة من داخل. يعني السيارة زي ما قلنا تصميمها حلو سبورت، في نفس الوقت واسعة ومريحة. يعني تو بنتكلم على المواصفات اللي فيها السيارة. نبدأ بالمواصفات اللي في الستيرسو، يعني تحكم كامل في الستيرسو، يعني الأمر الصوتي والتليفون الشاشة كلها تتحكم به في الستيرسو. هذه بالنسبة للستيرسو. تاني حاجة نجوها اللي هي الفودرة متاع السيارة. طبعا هنلاحظوا ان هي زي ما قلنا سواء في الهيكل من برا ومن الداخل كلها مديري لها لمسات الكروم. طبعا شاشة 7 بوصة ملونة وتاتش، يعني تتحكم فيها مثلا زي ما نشوفه توه تحكم الاعدادات هيك، تعطيك هذه بالنسبة لشاشة السيارة، تعطيك مثلا مدة اللي قطعتها بالسيارة، صرف البنزينها، تعطيك أكثر من حاجة. طبعا تقدر تسجلها، تسجل المشي كله تسجله. هذه بالنسبة للبطمة هذه بتاع اللي هي النافيجيشن اللي هو نظام ملاحة، هذا اللي على التليفون، تليفون البلوتوث، يعني لما توصل تليفونك بالتليفونك توصله بالبلوتوث، الاعدادات بالكامل بتاع السيارة، شاشة العرض مثلا هذه الاعدادات بتاع شاشة العرض، يعني شاشة كبيرة وتعتبر نسبيا وواضحة وفي نفس الوقت تاتش. ثاني حاجة بتكلم عليها اللي هي التكييف، تكييف طبعا ديجيتال بشاشة. بعدها نجول المارشة، مارشة سبورت وجلد، طبعا مديرين لها جلد وكروم، فيها نظام اللي هو يعتبر هذا دبل كامبيو بالنسبة للسيارة احنا فيها تو. اهي تو نجو مكان التخزين بالنسبة لمكان كبير وواسع، فيه اللي هو اليو اس بي وفيه مكان وصل التليفون. وطبعا هم شو مديرين من فكره انه في التصميم منحين الفرنومانو من الجنب هنا باش تبدا انت مستريح، يعني حتى تحط ايدك مستريح. وين حاطينا فرنومانو؟ حاطينا في الجنب، يعني هنا زي ما احنا نشوف، يعني عباره الفرنومانو عباره عن بطمه. وبالنسبه لبطمه توليع السياره اللي هي اللي يسموه التشغيل الذكي او زي ما نقولوا احنا البصمه، نحتاج يعني مفتاح باش تولعها، حتى تقعد في جيبك الممشني ترص على الفرنو وتولع. هذا يسموه نظام التشغيل الذكي. نجو توا للاعدادات، الاعدادات عندك طبعا إضاءة اللي هي تعتبر إضاءة، حتى العداد يعتبر إضاءة جديدة ويعني واضحة وملونة. البنزينة والحرارة مديرينها عداد إلكتروني. وتو نتكلم شوية على المواصفات زي ما نقول راحة ولا الأوبشن موجودة في السيارة، منها تحكم في ستيرس يعني كهربائي، تركب وتنزل وتقدم وتوخر، هذه كلها كهربائي. المرايات تتحكم فيهم كهربائية إنه تفتح وتسكر كهربائيات سواء تعديلتهم او ان هم في تسكيرة المرايات، يعني نسكروا ونفتحوا ببطمة. طبعا الكراسي بتاع الفنسز فيها 8 وضعيات، يعني بالنسبة للوضعيات كلها تحكم فيها كهربية. والحاجة الثانية في حالة انه وفرت لك انك انت تخزن وضعيات في حالة انه يسوق فيها اكثر من شخص، يعني بدل ما واحد يركب ويقعد كل مرة يغير ويجي لي بعد حتى ويغير كيف ما يبي، معناها عندك وضعيتين تخزن فيهم كل واحد عليه راحته. يعني زي ما نشوفوا احنا اللي هي هنا بطمة في الجنب فيها رقم 1 ووضعية رقم 2. تو لو فرضنا ان احنا بنحط رقم 1 اللي هي مخزنة، هذه رقم 1، نجو متى لرقم 2 اللي هي تخزينة مختلفة زي ما احنا جاوا نشوفوا، تحط لك على التخزينة اللي مخزنها، مجرد انك انت تدير ترص كلمة 6 هي وتختار الوضعية وتخزنها على الوضعية اللي تبه. يعني لو فرضنا ان السيارة يسوق فيها زنفار وكل واحد يبي يحطها بوضعية مختلفة، يعني ما نقولش كل ما يجي يولع بيعدل الكرسي وياخذ منه وقت ويجي الثاني يغير، فهذا مخزن دايرت لك في هنا زوز وضعيات للكراسي. وتو نجي نتكلم على حاجة ثانية اللي هي في الافنسز اللي هي المراية نتاعها. طبعا خاصية هذه اللي هي اوتوماتيك، يعني لما انت تبدا في الليل ويدير حد وراك يدير عليك الضي الطويل من التالي، لما تبدا لوضعيه اوتو شني المرايه بروحها تضبب باش ما تاثرش الاضاءه على عيونك. والحاجات الموجوده في مواصفات السياره اللي هي الكاميرا الخلفيه، اللي هي كاميرا تطلع في المرايه، يعني نوعا ما تعتبر كبيره وملونه، تساعدك يعني في حاله انك انت بتدرس ولا شيء، تعتبر كاميرا واضحه وجايه اصليه يعني من شركه تويوتا، يعني مش مركبينها تركيب ولا شيء ولا مضيفينها اضافه. هذه بالنسبه لمرايه الافنسز. واخر حاجه بتكلم عليها في مواصفات السياره اللي هي مواصفات الامان. السياره طبعا فيها اللي هو اول حاجه الاي بي اس ومنع الانزلاق اللي تقدر تتحكم فيه تطفيه ولا تطفيه من البطمه هذه.
واخر شيء اللي هي الايرباك. طبعا الافنسز فيها 6 ايرباك اساسيات اللي هو في ستيرسو وفي الفودرا وفي العرصات وفي الكراسي. وطبعا بالنسبه للفودرا تقدر تسكره بحيث انك انت حاط كرسي، حاط كرسي بتاع العيل حاطه في الكرسي القدامي، طفي الايرباك باش ما يضرش العيل قدر الله لما يصير حادث. فزي ما قلنا 6 ايرباك موجوده في نظام الحمايه في افنسز. فنجو بالنسبه للافنسز اللي هو من الكراسي الخلفيات، يعني زي ما قلنا ان هي سياره رياضيه وفي نفس الوقت سياره ممتازه للعيله، يعني سياره واسعه يعني يمزوا فيها 5 انفار مستريحين، كراسيها جلد ومريحه. ومن اهم الحاجات اللي دارتها تويوتا، ويعني هي زي ما نقولوا ان تحتفظ بالتطور في السيارات هذه، لان هي شني اللي هي الغط المساحه لهذه الموجوده في كل السيارات، كانت اللي هي زي ما نقولوا كان الفاصل، الفاصل هو بين الكراسي هو الغاتا باش يبدو يقعمزوا الخمسة انفار. لو فرضنا ان في حد مقعمز في النص حيبدا مستريح، وهذه كانت مشكله اغلب السيارات العائليه والسيارات المتوسطه، فهذه ان هذه كان يعني اللي يقعمز في النص مش حيقعمز مستريح. تو نمشي نشوف سيارتنا اليوم هي تويوتا افنسز 2013. طب الموديل هذا هو الجيل الرابع من الافنسز، اول مره تديرها شركه تويوتا كان في عام 1998 في بريطانيا. السياره هذه الافنسز هي سياره مصممه لاوروبا، لكن اللي نشرحوا فيها حاليا هي مصممه بالمواصفات الليبيه وللسوق الليبي. تو بنجو نتكلموا على شكل السياره من قدام. طبعا حنلاحظوا ان التويوتا مديرت لها لمسات من الكروم في الهيكل، من الهيكل بالكامل يعني من القدام وفي الجنب، حتى من زي ما نشوفوا تو في الفلاتوريات يعني لمسات في الكروم في اكثر مكان في الهيكل. نجي بالنسبه للفنارات، اضاءه الليد اللي هي مطورتها شركه تويوتا زي ما نشوفوا. بالنسبه لاضاءه الطويل والقصير فيها نظام جديد في الاضاءه ومطور من شركه تويوتا، اللي هو الفنار يتحرك مع ستيرسو، يعني هذه اكثر حاجه في المنعطفات في الليل لما انت تبدا تحرك من يسار الضي يتحرك معك باش يعطيك اضاءه اكثر. بالنسبه نجي للمهنيه من البراولتي من اللوطه، يعني هم مدارين تصميم قريب شويه من لوطه من الافالون باش تعطيها زي مع شكل فخم اكثر. توا نجول الشكل من الجنب، وزي ما قلنا بالنسبه للمسات الكروم بالكامل على الهيكل في اكثر من مكان. وفي حاجه ثانيه في التصميم الجانبي للهيكل هي بنتكلم عليها، هي حاليا تشبهها انت يعني شكلها عادي، لكن هي الفائده من هذه في منها من القدام التالي اللي هي زي جناح صغير، هذا الفائده منه يزيد ثبت السياره في السرعات العاليه زي ما نقولوا، يزيد يعطي ثبات اكثر للسياره. يعني تويوتا مديرتها من هنا زي ما نشوف الجناح الصغير، هو هذا الغرض منه يثبت السياره اكثر. صح هو تشبه انه تهز عليها صغير، لكن حسب هذا المصممين مهندسين ميكانيكا انه قال لك هذا يعطي ثبات اكثر. هم مديرين منه هنا ومديرين منه استوب، هذا يعطي بالنسبه للثبات اكثر. وحاجه ثانيه بالنسبه للثبات في السياره هذه، السياره مغلفه باللوطه بالكامل، يعني ما فيهاش فتحات. بالطريقه هذه تبدا في السرعه القويه ما تبداش السرعه الريح تخش تحت السياره، لما تبدا السياره زي ما نقول مغلفه كلها باللوطه تزيد ثبت السياره اكثر. هذه واحده من المواصفات زي ما نقول تعتبر مواصفات الامان عاليه. طبعا هذه من اهم الحاجات بالنسبه لي نحن كمواصفات اللي تبدا السياره عاليه. صح هي سياره تعتبر عائليه وصغيره في نفس الوقت، لكن شني عالية. نجول بالنسبة لقماتها اللي هي الأفنسز كلها تجي بديسكو 17. نجول توا للشكل الخلفي للسيارة، الإضاءة زي ما قلنا بكري الاسطبات والاسطبات والفنارات بالنظام الليد، يعني بالنسبة للشكل الخلفي يعتبر هذا تصميم جديد وحلو للأفنسز. صح هو مش بعيد هلبع لموديلات التويوتا الثانيات، لكن شكل مطور واحلى يعني بالنسبه للموديل اللي قبلها، لكن هي مش بعيده هلبع الموديل الافنسز اللي قبلها من الشكل، لكن غير مطور واحلى، وبالاضافه الى ان شني زايدينها الكروم والاضاءه الليد. تو بنجو نشوفوا الكوفني الخلفي للسياره، وسياره ممتازه للعيله، ومن اهم حاجات بس تكون تعتبرها سياره كويسه للعيله اللي هو الكوفني الخلفي، يعني ركزوا عليها الحاجه هي. وكوفني الافنسز يعتبر كوفني كبير وتقدر تحط فيها البحاجات، وفي نفس الوقت ما نقزوش زي ما نقولوا الشركه ما نقزتش من الراحه في الكراسي سواء الخلفيه ولا الاماميه. وتوا نمشي نشوفوا السياره من الداخل، يعني السياره زي ما قلنا تصميمها حلو سبورت في نفس الوقت واسعه ومريحه.
يعني تو بنتكلم على المواصفات اللي فيها السيارة، نبدأ بالمواصفات اللي في ستيرسو، يعني تحكم كامل في ستيرسو، يعني الأمر الصوتي والتليفون الشاشة كلها تتحكم بيه في ستيرسو. هذه بالنسبة لستيرسو. ثاني حاجة نجوها اللي هي الفودرة متاع السيارة، طبعا حنلاحظوا ان هي زي ما قلنا سواء في الهيكل من برا ومن الداخل كلها مديرين لها لمسات الكروم. طبعا الشاشة 7 بوصة ملونة وتاتش، يعني تتحكم فيها مثلا زي ما نشوفه توه، تحكم الإعدادات هيك تعطيك، هذه بالنسبة لشاشة السيارة تعطيك مثلا المدة اللي قطعتها بالسيارة، صرف البنزينها، تعطيك أكثر من حاجة. طبعا تقدر تسجلها، تسجل المشي كله تسجله. هذه بالنسبة للبطمة هذه بتاع اللي هي النافيجيشن اللي هو نظام ملاحة، هذا اللي على التليفون، تليفون البلوتوث، يعني متوصل تليفونك تليفونك توصله بالبلوتوث، الإعدادات بالكامل متاع السيارة، شاشة العرض مثلا هذه الإعدادات متاع شاشة العرض، يعني شاشة كبيرة وتعتبر نسبيا واضحة وفي نفس الوقت تاتش. ثاني حاجة بتكلم عليها اللي هي التكييف، التكييف طبعا ديجيتال بشاشة. بعدها نجول المارشة، مارشة سبورت وجلد، طبعا مديرين لها جلد وكروم، فيها نظام اللي هو اللي هو يعتبر هذا دبل كامبيو بالنسبة للسيارة اللي احنا فيها تو. اهي تو نجو مكان التخزين، بالنسبة لمكان كبير وواسع فيه اللي هو اليو اس بي وفي مكان وصل التليفون. وطبعا هم شو مديرين من فكره انه في التصميم منحين الفرن مانو من الجنب هنا، باش تبدا انت مستريح، يعني حتى تحط ايدك مستريح. وين حاطينه؟ حاطينه فرن مانو وحاطينه في الجنب، يعني هنا زي ما احنا نشوف، يعني عباره الفرن مانو عباره عن بطمه. وبالنسبه لبطمه توليع السياره اللي هي اللي يسموها التشغيل الذكي، او زي ما نقولوا احنا البصمه، بتحتاج يعني مفتاح باش تولعها، حتى تقعد في جيبك الممشني ترص على الفرنو وتولع. هذا يسموه نظام التشغيل الذكي. نجو تو للاعدادات، الاعدادات عندك طبعا اضاءه اللي هي تعتبر اضاءه، حتى العداد يعتبر اضاءه جديده ويعني واضحه وملونه، البنزينه والحراره مديرينها اعداد الكتروني. وتو نتكلموا شويه على المواصفات، زي نقول راحه ولا الاوبشن موجوده في السياره، منها تحكم في ستيرس، يعني كهربائي، تركب وتنزل وتقدم وتوخر، هذه كلها كهربائي. المرايات تتحكم فيهم كهربائيه، انه تفتح وتسكر كهربائيات سواء تعديلتهم او ان هم في تسكيرة المرات، يعني نسكروا ونفتحوا ببطمة. طبعا الكراسي بتاع الفينسس فيها 8 وضعيات، يعني بالنسبة للوضعيات كلها تحكم فيها كهربية. والحاجة الثانية في حالة انه وفرت لك انك انت تخزن وضعيات، في حالة انه يسوق فيها اكثر من شخص، يعني بدل ما واحد يركب ويقعد كل مرة يغير ويجي لي بعد حتى يغير كيف ما يبي، معناها عندك وضعيتين تخزن فيهم كل واحد عليه راحته. يعني زي ما نشوفوا احنا اللي هي هنا بطمة في الجنب فيها رقم 1 ووضعية رقم 2. تو لو فرضنا ان احنا بنحط رقم 1 اللي هي مخزنة، هذه رقم 1، نجو مثلا لرقم 2 اللي هي تخزينة مختلفة، زي ما احنا جاوا نشوفوا تحط لك على التخزينة اللي مخزنها، مجرد انك انت تدير ترص كلمة ست هي وتختار الوضعية وتخزنها على الوضعية اللي تبه. يعني لو فرضنا ان السيارة يسوق فيها زنفار وكل واحد يبي يحطها بوضعية مختلفة، يعني ما نقولش كل ما يجي يولع بيعدل الكرسي وياخذ منه وقت ويجي الثاني يغير، فهذا مخزن دايرت لك في هنا زوز وضعيات للكراسي. وتو نجي نتكلم عن حاجة ثانية اللي هي في الافنسز، اللي هي المراية بتاعها. طبعا خاصية هذه اللي هي اوتوماتيك، يعني لما انت تبدا في الليل ويدير حد وراك يدير عليك الضي الطويل من التالي، لما تبدا على وضعيه اوتو شني المرايه بروحها تضبب باش ما تاثرش الاضاءه على عيونك. والحياه الموجوده في مواصفات السياره اللي هي الكاميرا الخلفيه، اللي هي كاميرا تطلع في المرايه، يعني نوعا ما تعتبر كبيره وملونه، تساعدك يعني في حاله انك انت بتدرس ولا شيء، تعتبر كاميرا واضحه وجايه اصليه يعني من شركه تويوتا، يعني مش مركبينها تركيب ولا شيء ولا مضيفينها اضافه. هذه بالنسبه لمرايه الافنسز. واخر حاجه بتكلم عليها في مواصفات السياره اللي هي مواصفات الامان. السياره طبعا فيها اللي هو اول حاجه الاي بي اس ومنع الانزلاق اللي تقدر تتحكم فيه تطفيه ولا تطفيه من البطمه هذه. واخر شيء اللي هي الايرباك. طبعا الافنسز فيها 6 ايرباك اساسيات، اللي هو في ستيرسو وفي الفودرا وفي العرصات وفي الكراسي. وطبعا بالنسبه للفودرا تقدر تسكرها بحال انك انت حاط كرسي، حاط كرسي بتاع العيل حاطه في الكرسي القدامي، طفي الايرباك باش ما يضرش العيل قدر الله لما يصير حادث. فزي ما قلنا 6 ايرباك موجوده في نظام الحمايه في افنسس. فنجوف بالنسبه للافنسس اللي هو من الكراسي الخلفيات، يعني زي ما قلنا ان هي سياره رياضيه وفي نفس الوقت
سيارة ممتازة للعيلة، يعني سيارة واسعة، يعني يقاموا فيها 5 أنفار مستريحين، كراسيها جلد ومريحة. ومن أهم الحاجات اللي دارتها تويوتا، ويعني هي زي ما نقولوا إن تعتبر بالتطور في السيارات هذه، لأن هي شني اللي هي لغت المساحة لهذه الموجودة في كل السيارات، كانت اللي هي زي ما نقولوا كأن الفاصل، الفاصل هو بين الكراسي هو الغاتها باش يبدوا يقعمزوا ال5 أنفار. لو فرضنا أن في حد مقعمز في النص هيبدأ مستريح، وهذه كانت مشكلة أغلب السيارات العائلية والسيارات المتوسطة، فهذه إن هذه كان يعني اللي يقعمز في النص مش هيقعمز مستريح. تو نمشي نشوف المحرك، وآخر حاجة بنتكلم عليها في الأفينسز هي المحرك. الأفينسز 2013 يجيب محرك 4 بسطوني 20 حصان، اللي هو زوز لتر بقوة 153 حصان، ويعتبر أهل محرك الأفينسز أكثر محركات في التويوتا يعني اقتصادية في المحركات الجديدة. وبالنسبة للأفينسز 2013 دارتها شركة تويوتا، أول قصدي باش تنافس فئتها بباقي السيارات من ناحية القوة واللي هي الاقتصادية في المحرك والمواصفات اللي حكينا عليها، وأهم شيء منافسة في الأسعار. وحسب شركة تويوتا إن الأفينسز هذه أكثر سيارة باعتها في 2012. توا بعد ما شرحنا على السيارة من برا ومن الداخل وعلى المحرك، نمشوا لأهم حاجة نمشوا نجربوها على الطريق. انتوا اخر شيء بنجربوه في السياره اللي هي في السرعه، يعني في طريق سريعه ونشوفوا سرعتها، يعني بتابعتها في السرعه العاليه. لكن اهم حاجه لازم تعرف
انك انت متسوق السيارة في سرعة قوية في اي مكان، لازم يكون طريق مثلا فاضية او طريق سريعة، وتكون لابس حزام الامان وما تفوت السرعة القانونية للطريق زي ما نقول لك. احنا توا بنجرب السيارة ونشوف سرعتها التعانة تبعتها في السرعة العالية. احنا بعد ما جربنا السيارة وصلنا بها لسرعة 190 كيلومتر في الساعة، لحد سيارة معنا سرعة قوية هي 190، لكن سيارة ثابتة وتحس روحك انك انت بتسوق بسرعة عالية، يعني مازال تحس حتى في ما فيهاش الرعشة يعني بتاع السرعة القوية، وحتى معناها يطاوعك زي ما نقولوا ستيرس، يعني تحس السيارة بتهرب تاخذ يمين ولا في حالة اجتياز ولا شيء، ولا قد الله طلع شيء قدامك تحس ان مازال السيارة ثابتة وتتحكم فيها بسهولة. يعني مشاهدينا، بعد ما جربنا السيارة على الطريق وجربناها في السرعة العالية وجربنا الفرنوات، بصراحة شركة تويوتا حسب رأيي ان هي ابدعت فيها، تصميم حلو من برا وفخامة من الداخل وقوة في المحرك وثبات على الطريق، وحسب رأيي الشخصي ان السيارة هذه حتكون احسن سيارة في فئة السيارات المتوسطة في 2013. وتوا ننتقلوا للفقرة اللي بعدها. في اول خبر اليوم، في مبادرة من شركة تويوتا ليبيا أعطت الشركة زوز باصات جديد لمطار مصراتة الدولي وباص جديد لمستشفى إعادة تأهيل بمصراتة. نمشي مع بعضنا نشوفه فيديو متاع التسليم هذا. فنشرع في مراسم التسليم، ونتمنى من السادة والسيدات الحضور التوجه إلى مكان التسليم أو إلى مكان تسليم الهدايا، وندعو كل من مدير مطار مصراتة الدولي السيد عادل بزيد ومدير مركز التضامن السيد علي الصادي إلى مكان تسليم الهدايا. اسم السيارات التي ستقدم إلى مطار مصراتة الدولي هي نوع كورسو منزيان، يقدمه السيد جوتا يوناني من شركة تويوتا ليبيا إلى السيد عادل بزيد مدير مطار مصراتة الدولي. للحافلة نوع هياس والمجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة. يقوم السيد جوتا يوناني مدير شركة تويوتا ليبيا بتقديم المفتاح الرمزي للحافلة نوع هياس إلى مدير مركز التضامن لتأهيل وإعادة تأهيل المواطن. السلام عليكم.
نزلت شركة تويوتا نوع جديد من السيارات وهو الفاراد موديل 2013، والسيارة هذه عبارة عن سيارة عائلية فخمة بجميع الكماليات الرفاهية، وحتكون السيارة هذه موجودة في جميع موزعين تويوتا المعتمدين لشركة تويوتا ليبيا. نمشي مع بعضنا نشوفوا الفيديو متاع السيارة هذه. نزلت شركة تويوتا سيارة لجميع الأعمار، يعني سيارة يسوقها الكبار ويسوقها الصغار، والسيارة هذه متكونة من 75 طرف، يعني تقضها وتركبها بسهولة، والسيارة هذه حتجيب محرك كهربائي وبثلاثة كراسي. فقط اعرف سيارتك اليوم حنتكلموا على لمبه البطاريه. لمبه البطاريه هذه اللي هي لمبه نظام الشحن في السياره، واللمبه هذه مفروض تولع اول ما تولع الكوادرو وتنطفى لما تولع السياره. في حاله قاعده تولع حتى بعد مولعه السياره معناها عندك مشكله في دائره الشحن، وتكون مشكله يا اما في الدينو ما يشحنش، يا اما في الشنقه مرخيه هلبه، يا اما البطاريه نفسها ما تصلحش. لما تولع البطاريه لازم ترفع السياره تكشف عليها عند كهربائي مخصص. في فقرة أفحص سيارتك اليوم حنتكلموا على بطارية السيارة، أو كيف تكشف على بطارية السيارة. أول حاجة تكشف عليها اللي هي المرسيدتيات متاع السيارة. في حالك لقيت إن المرسيدتيات عليهم طبقة اللي هي ترسبات البيضة، تقدر تنظفها وتصب عليها مية سخونة. تاني حاجة تكشف عليها في البطارية اللي هي مستوى المية متاع البطارية. في حال كانت البطارية عادية مش بطارية غازية، يعني تفتح العيون متاع البطارية
ولو لقيت المستوى ناقص اقل من مستوى الرصاص تقدر تزيدها بميه مقطره. لو عندك افوميتر وتبي تكشف على قوه البطاريه نتاع السياره مفروض تعطيك 12 فولت والسياره مطفيه وتعطيك 13.2 والسياره والعه، ومفروض قوه البطاريه ما تكونش اقل من 10 والسياره مطفيه ومش اكثر من 14.5 والسياره والعه. ونتكلم عن حاجه ثانيه اللي هي توصيل البطاريه، لا قدر الله ان البطاريه هبطت وتبي توصلها تعطيها شحنه ببطاريه خارجيه، لازم تعرف طريقه التوصيل واللي هي انك انت لازم تحط الكاو في الموجب عندك في بطاريتك قبل، بعتالي تحطها في الموجب بتاع البطارية الخارجية، بعتالي تجيل الكاو تحط السالب في البطارية الخارجية قبل، بعتالي توصلها بالسالب بتاع سيارتك. بالطريقة هذه تعطي شحنة لسيارتك من غير ما يصير أي ضرر على السيارة. وآخر شيء بنتكلم عليه اللي هي في حالة أن البطارية فسدت وتبي تغيرها، لازم تركز على حاجتين مهمات لما تغير بطارية. أول حاجة تاريخ صنع البطارية، لأن البطارية لها عمر افتراضي، يعني تقريبا وتختلف هذه من نوع لنوع تقريبا في حدود 4 سنوات، يعني قبل ما تغير تشوف تاريخ الصنع متاع البطارية. وتاني حاجة اللي هي تشوفها اللي هي قوة البطارية، مفروض تحط البطارية الجديدة تكون نفس قوة البطارية متاع سيارتك القديمة، يعني مش أقل ومش أكثر. في فقط تاريخ سيارة اليوم حنتكلموا على تاريخ شركة تويوتا اليابانية. مؤسس الشركة هذه اللي هو ساكايشي تويودا، أسس الشركة هذه لكن أول ما بدت كشركة مصنع للنسيج، وبعدها في عام 1910 استقال من الشركة على خاطر أنه صرف ميزانية كبيرة على التطوير والأبحاث، وبعدها سافر لأمريكا وتعرف على مصانع الشركات الكبيرة للسيارات ونعجب بها، وكان حلم أنه لما يرجع لليابان يدير مصنع للسيارات، لكن رجع اليابان وفتح مصنع للنسيج من جديد. في عام 1920 تخرج ولده من الجامعة وبدأ يخدم معه، وبعدها بعد 4 سنين ولده طور أول محرك محرك لماكينات بتاع تصنيع النسيج في اليابان. في عام 1926 أسس الولد شركة بروحها سماها أعمال تويودا للنسيج الآلي، وفي عام 1929 باع الأب الاختراع متاع الماكينة متاع مصنع النسيج لشركة إنجليزية واللي شرتها بقيمة 100,000 جنيه استرليني هذاك الوقت. وبعدها أعطي الولد الأب أعطي المبلغ لولده وقال له المبلغ هوان بيك تستثمره في تصنيع أول سيارة يابانية. وفي نهاية عام 1929 سافر الولد لأمريكا باش تعلم صناعة السيارات، وفي عام 1930 للأسف مات أبوه وهو أعطيه قلة سماح كان ما يصنعش أول سيارة يابانية. وفي عام 1933 شركة أعمال تويودا اللي مديرها الولد فتحت فرع جديد لها لتصنيع السيارات وحصلت دعم من الحكومة اليابانية. وفي عام 1934 صنعت أول محرك لها واللي سمتها A، وبعدها في عام 1935 صنعت أول سيارة لها واللي سمتها A1، وصنعت أول طانتا وسمتها G1، وفي عام 1936 صنعت سيارة وكان نوعها AA اللي هي كان شكلها يشبه للسيارات الأمريكية زي الشفرليت والدوج لأنها كانت تأخذ في الطروف الأمريكية متاع السيارة. في عام 1937 بدت شركة مستقلة وغيرت اسمها من تويودا إلى تويوتا، وتويودا بالياباني معناها حقل الرز، وغيرتها لتويوتا لأنها أسهل في النطق وأسهل في الكتيبة. وبعدها شركة تويوتا هذه غيرت الشعار اللي هو أخذت أول 3 حروف من اسم شركة تويوتا للسيارات. وفترة الأربعينات وهي فترة الحرب العالمية الثانية بدت شركة تويوتا تصنع للجيش الياباني آليات عسكرية، وبعدها لما تمت الحرب في 1947 رجعت تصنع في السيارات من جديد وكان أول موديل لها اللي هو SA. بعدها في فترة الخمسينات بدت شركة تويوتا تسوق في سياراتها ودارت شركة وسمتها شركة تويوتا لتجارة السيارات. ومن أهم الحاجات اللي دارتها في بداية الخمسينات إن هي دارت سيارة الدفع الرباعي واللي كانت لاند كروزر،
وحققت فيها مبيعات كبيرة، وتعتبر لاند كروزر إلى الآن من أهم سيارات دفع الرباعي في العالم. وفي سنة 1956 دارت موزعين في العالم كلها باش تبيع سياراتها بعدد أكبر، وفي عام 1958 باعت أول سيارة لها في أمريكا واللي كانت من نوع تويوتا كراون. في فترة الستينات طورت شركة تويوتا من مصانعها وزادت من فروعها باش باعت أكثر من مليون سيارة. وفي سنة 1965 دارت شراكة مع الديهاتسو، وفي عام 1968 أنجت أول سيارة رياضية لها واللي كانت الجي تي 2000، وحاولت بالسيارة هذه أن هي تنافس السيارات الرياضية الأمريكية لكن فشلت، يعني باعت منها 300 سيارة بس ووقفت إنتاجها في عام 1970. في فترة السبعينات باعت شركة تويوتا أكثر من 10 مليون سيارة، وفي عام 1973 دارت سيارة جديدة واللي سمتها كريسيدا، والسيارة هذه نجحت هلبة خصوصا في اليابان وفي الدول العربية. وفي عام 1982 دارت سيارة جديدة وسمتها كامري. في عام 1984 عاودت صنعت السيارات الرياضية واللي سمتها MR2. في نفس العام هذا دارت تحالف مع شركة الأمريكية جنرال موتورز. في عام 1986 فتحت لها فروع في أمريكا وكندا. وفي عام 1989 أسست شركة تويوتا شركة جديدة في أمريكا ومتخصصة في تصنيع السيارات الفخمة وسمتها لكزس.
عام 1992 باعت شركة تويوتا أكثر من 80 مليون سيارة، وفي عام 1997 دارت أول سيارة كهربية واللي نجحت هلبة وكانت من نوع بريوس. في عام 2001 فتحت لها مصنع في فرنسا وكبرت مصانعها اللي موجودة في أوروبا وأفريقيا وفي آسيا. في عام 2007 سجلت شركة تويوتا أكثر شركة مبيعات سيارات في العالم، ومن 2007 ل 2013 تعتبر شركة تويوتا أكبر شركة تصنيع سيارات ومبيعات في العالم. بعدها في عام 2010 مرت بهلبة مشاكل من ضمنها أن هي استرجعت هلبة سيارات، وهذا اللي أثر على مبيعاتها خصوصا في أمريكا. لكن شركة تويوتا تعتبر شركة كبيرة وتعتبر من أكبر الشركات مبيعات في العالم، لأن هي تحاول ديما أن هي تطور من سياراتها وتطور التقنية الموجودة في المنتجات متاعها وتقدم خدمات كويسة بأفضل أسعار. وتقدر شركة تويوتا حاليا في اليوم في عام 2013 بقيمة 24 مليار دولار. آخر فقراتنا اليوم اللي هي فقط اختار سيارتك المتخصصة في سوق السيارات. لو عندك مبلغ من 50 ل 60 ألف شن تقدر تشتري من السوق الليبي سيارة صفار. نمشي مع بعضنا نشوف السيارات اخترناها لكم. مشاهدينا حلقة اليوم تمت، ونتمنى تكون عجبتكم. لأي تعليق أو ملاحظة على برنامجنا اتصلوا بينا على رقم الموزع الصوتي أو زوروا صفحتنا على الفيسبوك. نتلاقوا في حلقة جديدة من برنامج أوتو 1.